أجدادي 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 الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا تروماي؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة 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 ايه؟ بنورة المصدورة افتحها واشوف اثارات ومعالم مشهورة عمرها بالوف، اتصور جنبها كم صورة والآخر أقول الفصورة، أتصور جنبها كم صورة والآخر أقول الفصورة زي المألوف. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. دوق وشوف، دوق وشوف، دوق وشوف. يا تاريخ دون ودون واكتب الأمجاد وكون، أسجل اللي أشوفه وقابل جده خوفه وجده عمري لما نزل في اسكندرية، منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا
حبيتوها حترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. مش بعيد نقابله في الشارع. نقابل السلطان في الشارع؟ ما هو كان مشهور عنه انه ما بيحبش يقعد في قصره، ينزل في الشوارع يلف يتفقد احوال الرعيه. زي الخليفه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان مثله الاعلى. هو استلم السلطنه امتى يا استاذ؟ استلم السلطنه يا عزه في يناير 1468 ميلادي، واحنا دلوقتي سنه 1480 ميلاديه. يعني بقاله 12 سنه في الحكم. لا، ولسه هيمتد حكمه كمان 29 سنة، أطول فترة حكمها سلطان مملوكي في التاريخ. إيه؟ هو في إيه؟ ده الظاهر ناس ماسكين واحد ولازلين فيه عك وضرب. استني هنا لما أشوف إيه ده. خش قدامي. لقيته جنبي. ببص لقيته جنبي. جنبك؟ سعاده البيه. انا سايباه في المطبخ هناك بيعمل قهوه في المكتب. انت اللي جابك؟ ايه اللي جابك؟ ما هو يا استاذ، ما هي الاستاذه اصلها دست على الشفاطه. انت لعبتي في زراير؟ ابدا يا استاذه، ما لعبتش في حاجه. امال ايه؟ هو بيحب يلعب في الجهاز. لا في الجهاز؟ لا ما داريت ضرب. ماشي، مش كيف الضرب اللي قلته. طب داري ده عشان ما حدش يشوفها يضربني. لا مش عشان كده. امال عشان ايه؟ عشان الراكور. بتنح ليه؟ خلاص مش فاهمها. عنك ما فهمتها. حاضر. عينه من الجهاز من زمان يا استاذ. ايوه يقعد يلعب فيه. انا عارف. وانت عامل زي ايدي راس عبد دي. انا قلت لك اهدى 100 مليون مره. قلت لك ايه ده؟ يا استاذ انا هعمل ايه؟ ما انا طلعت لقيتها كده. كدش وراس مين؟ نعم كدش. مؤاخذة بس ما اعرفش. ليه كده يا تسوق؟ ليه كده تعمل كده وتزعل الاستاذ منك؟ انا اسف يا استاذ. معلش. خلاص حقك عليا. ما كفايه اللي انا خدته النهارده بقى. خلاص ضربت ضربه انا ما عادش فيها عظم. خلاص انا بقيت كل لحم. العظم اتكسر جوه بقى. انا نفسي، انا خلاص هموت. انا عطشان. حاسس اني هفتان ومنيق وشحطان. عشان ايه بقى؟ تعبان. عايز اشرب. الواد هيموت. ثانية واحدة اشوف لورا. ايه ده؟ ما تخضنيش الله يخرب بيتك. ما تخضنيش. هاتوا له مية. شوف له مية في حتة. مية. شفتي؟ قال عايز يشرب. قال وبعدين حواريك هنعمل فيه ايه؟ ايه بس اللي حصل؟ انا طلبت كوز مية بس. ما طلبتش نبابيت ولا غطيان حلق. ما طلبتش ده. ولا الحاجات دي خالص طلبتها. نضرب بقى يابا. لما يشرب. اشرب. ده انت لسه هتشرب. انت عمرك كام سنه يا شاطر؟ 14. 14 ولا تقصد 44؟ يابا نضربه بقى. يا عزيزي انت بس مستعجل كده ليه؟ ما تشرب يا عم وتخلصنا. اشرب يا جاسوس. انا مش جاسوس. انا قلت 100 مره انا مش جاسوس. يا حاج انت. ايوه انت راجل فاهم وعاقل. عارف هقول لك حاجه. اهو انا بقى موفد برساله خطيره جدا لسلطان مصر حفظه الله ورعاه. هي فين الرساله دي؟ اهي معايا في جيبي هنا. برضه هتتضرب الاول وبعدين توصلها له. يابا نشتغل بقى. يا سلام عليك. ايه اللي نضرب يابا؟ انتوا ايه مالكوش شغل غير الضرب؟ انا هضرب بقى. استنى ما حدش يمد ايده على الغريب قبل ما يشرب الميه. احنا ناس عندنا مروءه. لا والله عداك العيب. طب اشرب بقى احسن. الولاد مستعجلين. يعني قبل ما تشتغلوا في الضرب
تسمحوا لي بشربة مية؟ أيوه. يعني تديني الأمان على كده؟ عليك الأمان وليك الأمان. يعني مفيش نبابيت قبل ما أشرب المية؟ قلت لك أيوه. ده شيء رائع جدا. طب والله العظيم ما أنا شارب ولا ضايق المية في بيتكم. والسلام عليكم ورحمة الله. وادي المية بتاعتكم اهي. أي واحد هيضرب واحد من العمال أو يهينه هشنقه. تعالوا سلطان. دول أصحاب البلد، وأنا وإنتوا عايشين ضيوف عليهم وعايشين في خير بلدهم. مين ده؟ أنت مين يا راجل؟ أنا ابن مصر ودي بلادي، عشقتها عن أجدادي ونقلت حبها لولادي وكل من يشرب من النيل. ومصر يرعاها الرحمن، أمانة في إيدين السلطان، يملها حب وخير وأمان، وجيل يروح ويسلم جيل، وإنت تاريخك يشهد لك ويحكي للناس عن عدلك، وكل شيء طيب منك حيبقى ذكرى من بعدك، مكتوب في صفحة أمجادك سطور كفاحك وجهادك، ضحيت بوقتك وبراحتك وهبت نفسك لبلادك، ياما مباني وعلتها وقلعة في الصغر بنتها، وحبتك مصر لإنك بكل إخلاص حبتها. توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها. والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. عمو فؤاد ويا الأجداد، عمو فؤاد.